مشتاق ودي بين اليابان وتشيلي. شوف الفنيات اليابانية بسرعتها القوية، ورية لقادة كوبو. شوف هذا هو مارادونا، أو هذا ميسي. الكرة اليابانية يتلاعب بموريزيو ناغاتومو، يعني لاعبي الدفاع كلهم ليسوا متواجدين في التشكيلة اليابانية. ولو الثانية التحضير وإمكانية الاختراق، وهذا ميسي. الكرة اليابانية أمامنا بقليلة، طبعا فارق التوقيت كبير جدا بين أوروبا والبرازيل. التسويب رد المفادل كابتن المنتخب تشيني كوبو. هذا هو ميسي. الكرة اليابانية ما يعديش في هذه اللحظات. تأمين من لوعزة لحارس أرياس أرويو. تيري كيارا كوبو أبو سيجور. وفي النهاية الحماية الدفاعية اليابانية. تيري كيارا كوبو فارغاس. إيسلا، ولكن ترجع مرة أخرى. كرة سريعة ممتازة بيضاء. باراغواي ماريو دياز دي فيفار يواصل اللعب. كوبو ناكاياما. يغير لكوبو. و 2018 في روسيا. منتخب اليابان توج 4 مرات بكأس آسيا للأمم 1992. سوجيوكا يعدي وكوبو يعدي أملاه. كوبو كوبو للمرة الثانية بعد 1999. كوبو كوبو يدخل منطقة الجزاء. اوه المراوغات على الطريقة الميسية المارادونية. هذا هو كوبو يضيع كرة تأثير الفارق. ميسي اليابان لم يكن فنان بعد هذا الاختراق. سيجوكا المشاكل في دفاع تشيلي. فارغ كوبو سيجوكي